عليكم الأسباب الحقيقية وراء طلاق الفنانة إلهام الفضالة من زوجها الثاني خليل التميمي ووالد بناتها. أكدت في الفيديو أنها تعرضت للضرب والسب والعنف الأسري، وأن لديها مجموعة من الفيديوهات والتسجيلات تدين طلقها، فمن الأفضل أن يسكت الجميع. حيث خرج الممثل شهاب جوهر في مقطع فيديو بجوار زوجته إلهام الفضلة قاطعا الشك باليقين ومؤكدا خبر زواجهم. أنا لا أحب حديث السوشيال ميديا، ولكن الوضع جبرني وجبر زوجتي على الإفصاح عن خبر زواجنا لكثرة الأقاويل. قال شهاب جوهر إنه يحب أن يعلن خبر الزواج بالذوق والأدب، مشير إلى أنه التقيا خلال إحدى الحفلات السابقة وعلم وقتها بخبر انفصال إلهام الفضلة، واتصل عليها من فوره ليتأكد من الخبر. خرجت الفنانة الكويتية لتؤكد خبر انفصالها عن والد ابنتيها وزواجها من شهاب جوهر. تحدثت إلهام في مقطع فيديو آخر عن كواليس انفصالها عن زوجها السابق ولماذا تم الانفصال والطلاق، وقالت إنها كانت تعيش. أكدت إلهام إنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هي كانت تحضر لمفاجأة لجمهورها وكانت سوف تعلن خبر الزواج، إلا إن أشخاص معينين حرقوا المفاجأة. نعم كنت مرة منفصلة ولا تكلمت عن طلاقي ولا عن سبب طلاقي ولا عن حياتي المأساوية اللي كنت عايشتها، ولو بفتح حلجي وأقول راح تصير قنابل مو بالكويت بالعالم كله. صبرت وصبرت وصبرت، ولكن الحمد لله يا اليوم اللي خذيت فيه قرار صحيادة راح يعرفون ويرجعون شوية ورا حق العنف الأسري. تذكروا هذه كلمة العنف الأسري. أوكي، لكم أسباب طلاق الفنانة إلهام الفضلة من والد ابنتها. أكدت إلهام إنها كانت تعيش حياة مأساوية، ولكنها كانت لا تحب أن تعبر عما كانت تعيشه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولو بفتح قلبي وأقول إيه اللي صار حتصبح قنابل مو بس بالكويت بل العالم كله. وأكدت إنها كانت تستحمل العنف الأسري وإنها تعرضت للضرب وكانت تستحمل كل هذا من أجل بنتها. أكدت إلهام الفضالة إنها انفصلت لثلاثة أسباب: الأول حفاظا على بنتها، والثاني حفاظا على حياتها، والثالث حفاظا على سمعتها التي تأزمت بسبب هذه الزيجة السابقة. وإليكم كيف تم الزواج بينها وبين الفنان شهاب جوهر. أكد الفنان شهاب أنه لم يكن يعلم بخبر انفصال إلهام الفضالة إلا من خلال حفل يطلق عليه حفل المتميزون، وقتها حاول الاتصال بها مباشرة ليتأكد من الخبر. ولما تأكد شهاب من الخبر قال لها يبقى أنا بخطبك قبل ما ينتشر الخبر والعالم يدري أنك مطلقة والخطيب يدقون الباب. أكدت إلهام أنها تريد الاستقرار في حياتها بعيدا عن الشائعات. تمت الخطوبة بعد انتهاء عدتها في يونيو 2021. إلهام الفضالة تحذر طلقها بين أن لديها فيديوهات وتسجيلات صوتية تدين بأنها تعرضت للسب والضرب والعنف الأسري، ولكنها لا تريد أن تفضح الأمر. إنها تمتلك فيديوهات إدانة للطرف الآخر، لذلك فهي لا تريد أن يتحدث أحد عنها، لأن ذلك من الأفضل للجميع.